حتى العصافير والله ما تلاقي العصافير في غزة. الله يا اسمع يا العصفور العصفور يلا وين اروح؟ في الشفا الله أكبر على كل ظالم وخرب تدمير المنطقة بالكامل تدمير حي بأكمل تدمير حي سكني بأكمل الله أكبر الله أكبر على كل ظالم وخرب مخيم البريج يا جماعة بهذا الشكل مخيم البريج بهذا الشكل قبل قريب مجزرة أكثر من 300 شهيد في هذا المكان والله بدي علاج يا شباب والله بدي علاج والله عايش 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 يا شباب هلا معي أخو أنا ودي أتبع عليه شغل وين محمد وين الوضع في المدارس المستشفيات في أماكن النزوح حتى في المنازل اللي استقبلتنا جدا مأساوي لا يوجد ماء لا يوجد كهرباء لا يوجد إنترنت لا يوجد أدنى مقومات الحياة الأساسية نستطيع تدمير تعال نحاول نشوف قام ولك هذا صد الدبابة بعيد عنا بس 200 متر ولك هذا عند الدوار وين؟ واحد اثنين ثلاثة فقعد طلعت الريحة اجت الريحة يا
تعرف ليش بده يقصف؟ الله ضبطه الله اللي بيعلم فيه. اسمع الصوت، اسمع الصوت، عارف ليش بقول لك؟ شبكات عنيفة جدا جدا في الشباك، تعرف جاب المتابعة. بعتذر عن تقديم الزميل حمزة لأنه مصاب بوحكة صحية. لا أعداء النجاح هذول بش في أيديهم. استنى شوي نفتح الشباك نكمل العاشر. الآن اشتباك العاشر بتوقيت قطاع غزة. اشتباكات عنيفة جدا في منطقة الشمال. سكر الشباك. عليك وينك يا سيسي؟ افتح المعبر يا سيسي، خلي الشعب يطلع عندك. طلع دباباتك، طلع سياسك، يعاون مع الشعب الفلسطيني بغزة. شاطرين تتفرجوا علينا. عفو الله، في شو بطل مبين يا رب استر. والله كنا المخبه، والله مليان ناس في الشارع، والله المخبه مرة مشتهى، والله في المخبز كنا هادي.